مصباح ادم مروان جي دو فيزيو لايت نبدا. اسمي مصباح ادم مروان زايد في الجولف اوني 2006 ومارس رياضة جيدو ورياضة ستريت ورك اوت. بداية تاعي كيفاش بدات كان خويا كبير كان يدير جيدو بعدا كبرت شوية تقول شي شت خويا وطريني جيدو كدا وانا ما نديرش قعدت نقول يما دخليني حتى وين جا نهار يما خلاص قالت لي اليوم نديك ندخلك. رحنا نشفى رحنا البيبيوتيك ديال بيرمونلاس دخلنا عند مولاد هذا طب وسمو كتبت اسمي لقبي شحال خلصنا قيل هذيك ضربه قيل 600 الف العام وليت نطريني ابري نطريني كنت سيريو من بعد طلعونا نطريني في دي كارت باس كانت ديجا راما كان ديجا رايبو باش يعاودو يطلعوها ابري عاودنا ولينا راما كي خلاص على كي لعبت وطلعت وعاودنا ولينا راما لا بريمي كومبيتيسيون تاعي في حياتي درت 5 هادي اني 2017 مولاها في ريجيونال درت طلوازيام ابري في موسيونال درت طلوازيام. القدوة تاعي كاين بزاف كاين دريس مسعود تاع وهران كاين اسامة جدي كاين شكون تاني كاين اونو كاين مالو يامو كاين ابي كاين وكاين حتى لدوك انا متحصل على 7 ميداليات ساعدني بزاف شيوخة منهم الشيخ عتوت نور الدين مولاد بومدين عادل ايمن صوران محدونقا امينة مار ومهدي يوسفي. انا قيم تجربه تاعي بس ما نشوف فيها نجاح نقول ما نشوف فيها تروح بعيد ما نشوف فيها تقول شي اوفين زعما نقول دير بها دراهم ولا جيد تقدر تروح بها بعيد كي فاهم مش ايوا على باسك فيها بزاف حيجوك صعوبات وحيجوك مشاكل بزاف ما يوكلش جيدو ما يوكلش. العلاقه اللي واجهتها لي بليسر تبليس تكون عندك كومبيتيسيون ناسيونال ولا انترناسيونال ما تقدرش تدخل واش تعني ميدك كي بديت انا العرق الاول اللي تقولي اللي واجهته في حياتي الاول في الجيدو تقولي ما كانش عندي كيمونو خدمت هذه في هذه باش شريت كيمونو بالعقل من بعد شريت كيمونو فلوريجين وبعد بديت ندخل لي كومبيتيسيون ما كنتش قادر نشري كيمونو مع الاول خويا كان يسلف لي في كيمونو تاعو ابري بديت نخدم ونطم حتى وصلت بري تاع كيمونو نورمال ما لوريجين ما لقد وبدا كي بديت نكلاسي قدام كانت الراما داعمني شويه باسكو على بالهم باللي مصغر زوالي ويعطيني سيري وحط راسو هما ثاني كانوا يدعموني وانا واش كان عندي سما شريت كيمونو شباب قلت ما بديت ندخل لي كومبيتيسيون الحمد لله لحد الان الكيمونو الاول اللي شريته في لوريجين كان يدير سعر تاعو 3 ملايين حوالي 3 ملايين 3 ملايين ونص. انا دوكا مانيش نشوف مستقبل في جيدو اختي دوكا مستقبل تاعي في جيدو مانيش نشوف مستقبل بس مانيش حاط راسي فيه كيما قلت دوكا واش انا اللي حاط راسي في ستريت ورك اوت في الكور والتقلا كوتر على اللي هي بطلة الجزائر وحققت الكثير من النجاحات والميدالية الذهبية والبرونزية وان شاء الله نكونوا كيما هي ولا خير منها ان شاء الله. انا حاجه اللي نحبها بزاف دوكا هي رياضه ستريت ورك اوت ممارسه رياضه ستريت ورك اوت اللي نحبها ونعشقها بزاف اللي خلاتني نتعرف على بزاف ناس قاريين وناس واعيين وخلاتني ندير كور شباب ولات عندي صحه اللي بالك اللي قديت 18 سنه ما عندهمش الحمد لله ان شاء الله نزيد نكمل فيها وان شاء الله نزيد ننجح فيها وان شاء الله نزيد نبان فيها. الرياضه اللي نتبعها هي بالون تبعو زعما نقولو كي تكون كوب ضارب ولا
بزاف عفايس بزاف عفايس لي تكنيك ما خلتني ان نخش نكون سيري في حياتي. يلا كل حاجة تكون عند جهدك برا تمشي برا الناس تقدرك، ما بلا جهدك تكون صحيح برا تكون عند الكور الناس تقدرك. هي الاهداف تاعي في حياتي نولي ملح في حياتي، نولي لاباس بيا باش غدو نغدو ولادي يعيشوا مليح، مرتي تعيش مليح، وغدو نغدو اش كي نموت نخلي ولادي يعيشوا مليح تاني، ولاد ولادهم يعيشوا مليح. يعني نحتاج من السلطات يدعموا رياضه الجيدو باسكو كاين بزاف لي زاتلات راهم سيريو ولا محبين يلحقوا بالجيدو ولا محبين يروحوا بعيد بها.